السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متشبعين الكرام، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. كنتواجدوا بقلب دور الصفيح واحد المشكل، عاوتاني مشكل آخر. هنا كما كتشوفوا بيت الناس، هنا الصالة، هنا الماريو، هنا المسائل. هنا قدامنا واحد الشاب ابن مدينة تمارة غيحكي لنا شنو واقع بالضبط وشنو المشكل. خويا هاد الناس هذا تعداو عندنا بزاف اخويا، تيجي وتيقول لك حيد من هنايا، ما عندك لا استفاده لا والو، ولا سنين ولا ساكنين هنايا، عندنا وليداتنا، عندنا شحال من حاجه هنا، والدينا عندنا شحال من حاجه، ما عندنا اخويا فين غنمشيو. يعطونا اخويا شي حاجه، شي استفاده باش نستافدو اخويا، ولا يعطونا باش ندفعو كي الناس هنا نسكنو. دابا الشتا والبرد، واقع ما عندنا فين نمشيو، جامعين حويجاتنا هما جامعين ومجالسين، لا خدمه بقينا خدامين، خدمه ما تمشيوش ليها، خايفين من شحال من حاجه. هاد الناس هادو تيجي وتيقول غندوكم نعتقلوكم، ندوكم وليداتكم، ندو لكم ابو والديكم، جيبو اعتقلونا. عندي وليدات يا خويا خدمتي مابقاش تمشي ليها في طريق هاد الناس هادو، عندي مرشي حامله، عندي وليداتي، عندي شحال من حاجه. دابا كيقول لكم كاين حكم بالافراغ، جيبو كاين حكم بالافراغ. ما كاينش افراغ اخويا، ماشي ما قاريينش، قاريين اخويا نيفو عالي، قاريين هاد الناس هادو. تيقول كاين حكم، ورينا اخويا الحكم بافراغ. وبالنسبه للتعويض، ما كاين لا تعويض لا والو، ما كاين لا تعويض لا والو. تيقول مشينا طلع هبطنا البارح عند القايد، قال لك القايد حيدناكم من التعويض، حيدناكم شحال من حاجه. دابا بالنسبه للاحصاء، بالنسبه للاحصاء اللي داز، قال لك حيدناكم منه. يعني دابا لا قدر الله تنفذ الحكم ديال الافراغ، غتخرجوا للزنقه، والتعويض ديال الاحصاء ديال اللي قاطعين دور الصفيح حتى هو ما غتستافدوش منه. ما غتستافدوا والو اخويا، غنخرجوا للزنقه. هنا وليداتنا ووالدينا، ما عندنا فين نمشيو اخويا. هاد البريري كادير عايشين فيها سنين، عاشوا فيها والدينا، عشنا فيها هنايا، عاشوا فيها الناس كثر من والدينا. هاد البلاصه شنو كيقولوا ليها؟ هادي ولاده النمسيه، ولاده النمسيه. حي عباد، عشنا اخويا سنين وانا عايش هنا، انا كبرت هنا، خدمت هنا، درت وليداتي هنا، شحال من حاجه هنا. هاد الناس هادو تيقولك تخرج الزنقه، انا ما عنديش فين غنمشي، ديروا معايا شي حل. الرساله ديالك للمسؤولين؟ الرساله ديالي جلاله الملك وكاع الناس اللي تيشوفوا هاد الناس هادو، يديروا معنا شي حل، ولا يعطونا شي تعويض، ولا يعطونا باش نجينا نعيشوا. يعني بغيتو غير السكن ديالكم بحالكم بحال الناس؟ ما بغينا حتى شي حاجه اخويا، ما بغينا والو. علاش نطلبوا من جلاله الملك يشوف من حالنا وبحال والدينا؟ ما بغينا والو، بغينا عارف فين نسكنوا وفين نتخباو على الشتا والبرد، ما بغينا حتى شي حاجه من عند حتى شي واحد، هنا بغينا عارف فين نتخباو. واش نطلبوا من جلاله الملك يشوف من حالنا ومحال والدينا؟ واش اللي عندي خوتي؟ الرساله رساله واضحه، الرساله المطلب ديال الناس انهم باغيين حقهم في السكن، حقهم في السكن بحالهم بحال كاع الناس، لان كيشوفوا المصير ديالهم غيكون هو الزنقه. الله يدير شي فرج من عنده، الله يدير شي ولد الخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.